ليه وجود النساء في مراكز صنع القرار رفع عتب وتجميل للصورة؟ لأنه نسبة وجود النساء في اللجان المركزية للأحزاب هي فقط 20%، أما نسبة وجود النساء في أمناء الأحزاب هي 22%، وفي قيادة منظمة التحرير نسبتهم سجلت 0%. تهميشها قادم من أكثر من جهة، من النظام العشائري والعائلي والقانوني، وحتى الثقافة المجتمعية اللي بتنظر إلها المرأة على إنها عاطفية، لذلك ما عندها القدرة على اتخاذات القرارات الحاسمة وما بتقدر تخاطب الجماهير العريضة. المشاركة السياسية للنساء ظلت محدودة لأسباب كتيرة. قانون الانتخابات بشكل غير مباشر عزز من العشائرية والعائلية على حساب التعددية السياسية، واللي بدوره بقلل من مشاركة المرأة في الانتخابات. أهم سبب بيؤدي لضعف مشاركة المرأة هو البطالة والفقر المتفشي بين صفوف النساء، ونسبة البطالة بين الإناث في سوق العمل سجلت 40% خلال عام 2020. بالتالي ضعف مشاركتها في الجانب الاقتصادي بيؤدي لضعفه في الجانب السياسي. المطلوب هو قرار سياسي برفع مشاركة المرأة في القوى العاملة والخروج من الخاص للفضاء العام، يعني بدنا خلق فرص عمل وبدنا أجواء عمل لائقة. الأهم التجربة، كل مرة بيزيد عدد النساء في المشاركة بكل مناحي الحياة بنمشي خطوة لقدام.